بالنسبة لانسحاب القوات الأمريكية من الأراضي السورية، ما أعتقد أن هناك تأثير على الواقع الأمني في مدينة الموصل، خصوصا أنه المدينة حاليا بالنسبة للقوات الأمنية كافية وسادة للحاجة، وهناك سيطرة كاملة على الموقف بالنسبة للعراق. لكن أعتقد أن هناك بعض السلبيات قد تصيب سوريا بالنسبة للانسحاب قوات التحالف من هناك. لن يؤثر هذا الانسحاب على مدينة الموصل بأي شكل من الأشكال، بسبب أن القوات الأمنية مسيطرة بالنسبة لمحافظة مدينة الموصل وأطراف المدينة بالمحافظة، وأيضا الحدود العراقية السورية هناك سيطرة كاملة على الموقف. ابتداء أنه هاي الصراعات السياسية يعني في المنطقة، الحقيقة هي أول من يدفع الثمن هو المواطن العربي أو العراقي أو السوري أو أي واحد. لكن السياسات العالمية، السياسة الأمريكية في هذا في مرحلة حساسة جدا، لأن أكو تداعيات في الشرق الأوسط سياسية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. فالمغزى مال السياسة الأمريكية مو واضح أمام شعوب الشرق الأوسط والغاية منهم. احنا كنا على علم انه التدخل بقوات الأجنبية بما في الولايات المتحدة وإيران وغيرها من المنطقة وروسيا كانت في المنطقة في سوريا بشكل كبير بعد الذي حصل وصار، وقسم من المناطق ضربت وقسم من المناطق حررت، ولكن الأكبر من هذا كله أنه قبل فترة من صار ضرب مناطق كيميائي بسوريا والولايات المتحدة أخذت قرار في ضرب سوريا بالمواقع أنه هي مالتها وأهداف أخرى مهمة. فهذا الموضوع الحقيقة بالأساس هو مؤذي لكل الأطراف وبالذات المنطقة. حقيقة موضوع انسحاب القوات الأمريكية من سوريا هو يثير كثير من التساؤلات في الوضع الراهن، ولكن بصورة عامة نقدر نقول على المنطقة الإقليمية كالدول المحاذية لسوريا مثل العراق والدول الأخرى. أما كمدينة الموصل، أعتقد مدينة الموصل راح تحافظ إن شاء الله على الأمان اللي موجود بها، لأن القوات الأمنية تشتغل بشكل جيد في المدينة وجهد استخباراتي قوي موجود بها. على المناطق الحدودية أتمنى أن يكون الوضع أكثر تشديد بعد هذا القرار الجديد. احتمال راح يأثر هذا القرار فقط على حركة النقل، حركة البضائع التجارة بصورة عامة، أو حركة اقتصادية بصورة عامة يعني. أما كوضع أمني على المحافظة إن شاء الله يبقى الوضع جيد وعلى ما هو عليه للأحسن إن شاء الله.